يوم الخميس ولا الاربع اللي فات اعتقد يا ابراهيم، كنت في مجلس النواب، الحقيقه التقيت مع العزيزه الدكتوره دريا شرف الدين وزيره الاعلام السابقه والاعلاميه الشهيره استاذتنا كلنا، والحقيقه رئيس لجنه الاعلام دلوقتي والثقافه والاثار في مجلس النواب، وتناقشنا في امور كثيره حول الاعلام وغيره، حقيقه يعني بتعلم منها يعني. وقالت لي انه في مشكله في الجمعيه الجغرافيه المصريه، الجمعيه الجغرافيه المصريه. ايه المشكله يا دكتوره؟ قالت لي انه الجمعيه الجغرافيه المصريه بقى لها انشئت بقى لها 148 سنه. 148 سنه. انشاها الخديوي اسماعيل، بقى لها قد ايه؟ 148 سنه. قالت لي يعني باقي على ال 150 سنه سنتين في سنه 25، لذلك سنه 25 هيبقى في مناسبة اجتماع احتفالية دولية، كل جمعيات الجغرافية والمنظمات الجغرافية في العالم هتيجي مصر برعاية الرئيس السيسي علشان نعمل ايه؟ عشان نحتفل بمرور 150 عام على انشاء الجمعية الجغرافية المصرية، الجمعية الجغرافية اللي فيها خرائط وفيها الاطالس وفيها كل اكتشافات مصر في القارة الافريقية والنيل وغيره، فيها درر، فيها ثروة جغرافية ووثائقية داخل هذه الجمعية. هذه الجمعية زي ما تقول الدكتورة دورية معرضة للانهيار، محتاجة حوالي 140 مليون جنيه للترميم وإعادة التأهيل، وضاعت بين الكثيرين من المؤسسات. كل مؤسسة تقول أنا عملت اللي عليا، وفي الآخر الجمعية هتقع. الدكتورة دورية بتقول لي أنا خايفة إنه يجي 25 ما نلاقيش جمعية، فكتبت مقال في هذا المعنى في الجمهورية، ومعايا الدكتورة دورية شرف الدين على الهاتف. أهلا بيكي مع الوزيرة. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك، شكرا. يعني الـ القضيه التي تناقشنا وحاولنا ان احنا نجد طريق لحلها، يعني معك الدقائق التاليه لشرح المشكله واقتراحات الحل وصعوبه الموقف ودقته. والله هو مش صعب ولا حاجه، يعني هو المساله بس ان احنا بنبحث عن حل. زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان الجمعيه دي تاسست سنه 1875، يعني مر عليها 150 سنه. بالمناسبه هي يعني تاسع جمعيه على مستوى العالم، جمعيه جغرافيه، واول جمعيه خارج اوروبا وامريكا. وطبعا هي مهمه جدا جدا، اتاسست من 150 سنه واهداها الخديوي اسماعيل للجمعية الجغرافية كي تكون مقرا للجمعية الجغرافية. من هذا التاريخ بقى هي مفترض انها كانت يعني بتحوي كثير جدا من الاطالس ومن الكتب ومن يعني عايز اقول مثلا طابة رجعت لنا عن طريقها، لانها هي اللي اثبتت انه طابة دي هي ملك مصر. فيها طبعا وثائق جغرافية كثيرة جدا وتاريخية ومرجع اساسي. هذه الجمعية الان تعاني من شروخ وفواصل كبيرة جدا جدا في الجدران والحوائط والأسقف والسلالم، يعني هي تنذر بالانهيار. في مياه جوفية أيضا، وصلات الكهرباء غلط، هي لم ينالها يعني أي نوع من أنواع الإصلاحات أو الترميم من سنوات طويلة. الجمعية الجغرافية لا تملك مال، وبالتالي هي لا تستطيع أن يعني تتكلف بترميم هذا المبنى. مين اللي ممكن يعمل ده؟ الحقيقة هي وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف أساسا يعني عايز أقول إنها بتتراجع تماما عن إنها تمد هذه الجمعية بمبالغ الوقف. الوقف ده يعني حوالي 500 فدان، 507 فدان تقريبا. وقف للإنفاق على الجمعية الجغرافية. للجمعية الجغرافية، هي على فكرة الجمعية الجغرافية يعني هي فعلا وقف، ومفترض انه يعني ناتج هذا الوقف اللي هو حوالي 508 فدان، مفترض انه يوجه الى ترميم هذه الجمعيه او المبنى او يعني اعاده تاهيلها. الاوقاف بتقدم مبالغ ضئيله جدا جدا جدا، لا تتعدى يعني 80,000 90,000 في مده 4-5 سنوات. ثم دخل فيه نوع من النصابين في هذا الموضوع وقالوا ان احنا يعني من نسل هؤلاء، يعني هذا الرجل الذي اعطى هذا الوقف، وبالتالي دخلنا بقى في محاكم وقضايا. كل ده بيحصل والمبنى بيزداد انهيارا،
وزي ما حضرتك قلت في الأول إن مصر هتستضيف المؤتمر الجغرافي الدولي سنة 25 برعاية السيد رئيس الجمهورية. تتخيل بقى إن الناس دول يجوا أعضاء المؤتمر فلا يجدوا الجمعية الجغرافية. هي بالمناسبة موجودة في حرم مجلس النواب والشيوخ، صحيح ويمكن صحيح. ده كمان اللي حمى المقتنيات بتاعتها وقت ما كان في يعني أحداث مؤسفة في الفترة اللي فاتت. طب ايه المقترح يا دكتورة درية؟ يعني أنا وجهة نظري إنه نمرة واحد إنه لابد أن يعني يكون هناك وقفة مع وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف بتتكلم على أكتر من 500 فدان، فمش ممكن 500 فدان مش قادرين يرمموا هذا المبنى. طب الناتج بتاعهم بيروح فين؟ أما تقولي يعني فقط سبعة، يعني من سنة أربعة لسنة 22 قالوا ممكن نديكوا 7 مليون فقط، احنا بنتكلم على 140 مليون. طب المفروض الـ يعني الـ رئيس الوزراء او الموازنه العامه للدوله تتحمل هذا، وبعدين نشوف المشاكل اللي بين الاوقاف وبين كذا. يعني أنا رأيي إنه ممكن يعني يصرف عليها من الخزانة العامة. يعني صحيح. المادة 49 من الدستور المصري بتنص على إنه الدولة بتلتزم بحماية الآثار والحفاظ عليها، والمادة 50 بتقول إنه تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي ثروة قومية لابد للدولة أن يعني أيضا تحافظ عليها. يعني الدستور نفسه بيؤكد هذا. هو في عندنا حلين من اثنين، يا اما الخزانه العامه للدوله تتولى هذا اولا عشان نحفظ هذه الجمعيه الجغرافيه بمقتنياتها الثمينه جدا، ويبقى شكلنا كويس قوي قوي مع المؤتمر يعني اللي لسه عليه سنتين فقط. والحقيقه برضو ما بنساش انه وزاره الاوقاف مقصره جدا في هذا الموضوع. وزاره الاوقاف يعني بتصرف حاجات كتير قوي على فعاليات كثيرة، وبالتالي 140 مليون جنيه اللي هي المخصصة ل طب فين وزارة الآثار يا دكتورة دورية؟ معلش أنا آسف، وزارة الآثار فين؟ السياحة والآثار دايما بتقول إن الترميم بتبقى على نفقة الجهة المالكة للمبنى. مين الجهة المالكة للمبنى؟ الجمعية. الجمعية لا دخل لها، صحيح، ما فيش دخل بالنسبة لها على الإطلاق، يعني لا تملك أي مورد مالي للصيانة أو الترميم أو حفظ المقتنيات. حاليا انا اتخيل انه نمره واحد الخزانه العامه للدوله طب طبقا لنص الدستور تتولى هذا. ما ينفعش ما ينفعش دكتوره دوريه، ما ينفعش نقول انه زي ما الخديوي يعني انشا هذه الجمعيه وفي ناس عملت وقف 800 500 فدان، ما فيش حد من رجال الاعمال الكبار في مصر او الناس اللي بيتبرعوا بره لحزب المحافظين في بريطانيا يتبرعوا ان هم يعملوا عمليه انقاذ لهذه الجمعيه من فلوسهم، ويبقى فيه ده دعم للثقافه يعني؟ والله هي يعني ذلك احد الحلول. بس انا بكلم حضرتك على شيء مهم قوي قوي. المبنى فيه شروخ وفيه فواصل في الجدران، الاسقف والسلالم يعني تقريبا هتنهار، المياه الجوفيه موجوده، الوصلات الكهرباء غلط. فاحنا لما هنقعد نستنى رجال الاعمال يتبرعوا يعني فعلا ممكن يبقى شيء مخزي جدا انه ياتي هذا المؤتمر المزمع لانعقاده بعد سنه ونص او سنتين وما نلاقيش جمعيه جغرافيه بكل مقتنياتها الثمينه جدا جدا جدا. ففي حل سهل وسريع هي الخزانه العامه. اللجنه عملت ايه يا دكتوره؟ اللجنة والله احنا يعني تعبنا، احنا عملنا ما لا يقل عن 8 اجتماعات حتى اليوم، وده على مدار سنتين، ورحنا بعدد من الزيارات للجمعية الجغرافية، ووجهنا الكلام لوزارة الأوقاف كتير جدا، وطبعا يعني بيحضروا السياحة والآثار اللي دايما بيقولوا احنا ما عندناش هذه النفقات. فيعني الجمعية لا تملك أي مورد مالي، السياحة بتقول إن الترميم هي ليست مهمتنا لانه ما عندناش يعني ما ممكن نحن نصرفه، والاوقاف الحقيقه يعني انا الحقيقه بوجه لها لوم كبير جدا جدا. يعني مش عايزه افهم انه اكثر من 500 فدان على مدار سنين فاتت مش قادرين نوفر 140 مليون. انت عارفه انها بتاجر هذه الافدنه يعني، مفهوم، والفدان دلوقتي بقى ايجاره عالي جدا جدا. يعني الأوقاف بقى بجملة ما يصرفوا على هذه الجمعية لأنه وقف، هو وقف خيري. تمام. أنا بس يعني بوجه النظر إلى أنه
خسارة هذا المبنى يتداعى، مبنى بيحوي يعني طبعا كنوز مصرية واحنا عايزين نتفرج عليه لغاية ما ده في حوالي اكتر من 12500 خريطة. طبعا في خرائط وفي اطالس وفي حاجات من ايام نابليون بونابرت، وزي برجع تاني اقول طابة رجعت لنا عن طريقها. صحيح صحيح. يعني خسارة وعيب ان احنا نقعد نتفرج على شيء ما هو ينهار عشان نشوف مين المسؤول. طب نعملها الاول وبعدين نشوف مين المسؤول. اعتقد انه برضه هنرجع قبل ما حضرتك تتفضلي معايا بالمداخله، كنت بتكلم وبشد في شعري بان انه المسؤولين او المتحدثين ما حدش عايز يتكلم، كله مستني الرئيس اللي يتكلم، ما حدش عايز ياخد قرار، مستني الرئيس ياخد قرار، فيبدو انه موضوع الجماعه الجغرافيه لن يحل الا ايضا بتوجهات رئاسيه. ما هو يعني الحقيقه يعني مش كل شيء بقى يعني نقول يا ريس تدخل، لانه يعني كل جهه عليها ان تقوم بواجبها. أنا بشكرك جدا دكتورة درية، وإدي إحنا بنتابع مع بعض هذا الملف. أنا بشكرك جدا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ووزيرة الإعلام والإعلامية الشهيرة، أنا بشكرك جدا. وفعلا بقول يعني يا جماعة، يعني هو أهو الكلام جاب بعضه، لازم يعني أنا ده الجمعية دي كان فيها سعد زغلول، وكان فيها نبار باشا، وكان فيها عبد الخالق سراد باشا واحمد. يا جماعه ده تاريخ، ده 150 سنه، ده اقدم من دول، يعني الجمعيه الجغرافيه 150 سنه اقدم من دول. انا كتبت مقال ده اللي بملكه وبقول اهو، وجبنا الدوريه هاني بتتكلم معانا. يعني طب يا جماعه احنا هو تاريخنا هين؟ يعني هو تاريخنا مش ده تاريخ وده امن قومي؟ الخرائط دي امن قومي، ما هو الخرائط دي يا جماعه، الخرائط دي هي اللي رجعت طابه زي ما بتقول الدكتوره دوريه، والخرائط دي هي اللي رسمت حدودنا مع السعوديه ومع قبرص ومع غيره، الخرائط دي اللي النيل ونهر النيل والمنابع النيل، الخرائط دي ده شارة ميلادك. جغرافيتنا يا جماعه هي الثابت الوحيد في التاريخ، جغرافيتنا الثابت الوحيد في التاريخ. مش انا مش بافور، وان كان واجب ان انا اقول اضعاف ما اقول، لانه المواضيع زي المجمع العلمي ولا دار الكتب ولا دار الوثائق ولا الجمعيه الجغرافيه، 150 سنة يا جماعة، 150 سنة ده قرن ونص. هتقع عشان احنا مش قادرين نعملها؟ لا لا، احنا لازم نعملها ولازم نرممها ولازم بسرعة ولازم تبقى حاجة محترمة جدا.